طيب ما تيجوا كده نروح للسعودية وبدري بدري كده قبل المباراة ب 72 ساعة نشوف الأجواء هناك والتحضير هناك، لعل وعسى يكون معانا خبر أو معانا مفاجأة بخصوص التحضير والفقرات اللي ممكن تتنظم بخصوص هذا اللقاء. بينورني وبيشرفني دلوقتي عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية الإعلامي السعودي الزميل العزيز الأستاذ عاطف الأحمدي. أستاذ عاطف مساء الفل، منور الدنيا. أهلا أهلا يا محمد، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدي البرنامج. تحياتنا ليك وتحياتنا للأشقاء في المملكة العربية السعودية. أكيد أكيد، تحياتنا لجميع أخواننا في مصر وأنت تقول مفاجآت، يمكن أجمل مفاجأة لنا احنا كشعب سعودي هو تواجد مباراة بقيمة بإذن الله إن شاء الله الأهلي والزمالك. شرف لينا بالتأكيد أستاذ عاطف. طيب عايز أسألك بقى على الجوانب التنظيمية وأبرز الأخبار والمعلومات المتاحة في هذا الكرنفال اللي العالم العربي كله وحتى القارة الإفريقية الناس مستنية تشوف كلاسيكو الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة في المملكه العربيه السعوديه. وهذا الامر الجميل، يعني يمكن المبادرات اللي كانت موجوده على مستوى كثير من الفعاليات، نتكلم على فعاليات كره القدم في المملكه العربيه السعوديه سواء اللي بتنظمها وزاره الرياضه او اللي بتنظمها هيئه الترفيه، كانت جدا جدا رائعه ويمكن كانت متواليه بشكل كبير. يعني نحن في زحمه من الاشياء المميزه سواء على مستوى كاس العالم للانديه او مباراه موسم الرياض او خلافه من هذه المباريات. يمكن من الاجمل لنا نتكلم على المستوى العاطفي ان نحن نشوف مباراه خلينا نقول صاحبه ارث تاريخي عظيم ومخرجات صحيح. جدا جميله على مستوى اللاعبين، نتكلم يمكن من افضل اللاعبين اللي افرزته اللي موجودين على مستوى الكره العربيه، اتكلم هم مخرجات نادي الاهلي والزمالك. يمكن لا حديث يعلو خلال الايام هذه عن الحديث عن هذه المباراه الرائعه. اليوم تتكلم على مباراه احنا كنا في السابق نتمنى يمكن حنشوفها على مستوى التلفزيون، فما بالك انها حتكون موجوده امامنا والجميع على الرغم انه مو الجميع حيقدر، ان للاسف كان في ضغط على التذاكر وما اعتقد انه حيكون كرسي واحد فاضي. يعني احنا كلنا نحتاج ملعب لمليون مشجع. حتى لو هتلعب في ملعب الجوهره المشع حتى في جده برضه ما كانش هيكفي، انت بتتكلم عن 60 70 الف صعب. ما في اي 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 يمكن حتى التذاكر يمكن اسرع بعث للتذاكر حيكون حتى لو كانت في الجوهره، لكن الجميل انه ملعب الاول بارك من اجمل الملاعب اللي موجوده على مستوى المملكه العربيه السعوديه. بالتاكيد انه الاجواء المحيطه بالمباراه حتكون اجواء مختلفه بتواجد اخواننا المصريين. يمكن المباراه كانت بوجه يعني اول الظاهر لها انها موجهه للاخوان المصريين المقيمين في المملكه السعوديه، لكن لا اليوم احنا احرص منهم كسعوديين احرص منهم على هذه المباراه وحنزاحمهم في هذا الموضوع. يعني ما حنديهم المجال انهم يستمتعوا هم لوحدهم، لا احنا حنستمتع ايضا معاهم في هذا الديربي التاريخي. اكيد يمكن مبادره جدا رائعه، شكرا لهيئه الترفيه، شكرا لمعالي المستشار على هذه المبادرات. نتمنى ان تكون مبادرات اكبر واكبر خلال الفتره المقبله. يمكن الجميع الان على مستوى الرياضه، لو باخذ الرياضه كذا بشكل خاص او كره القدم بشكل ادق، يمكن الجميع كله الان بيوزن توقيته على توقيت الرياض بسبب كثره الفعاليات اللي موجوده في كره القدم. يمكن هذا كان هدف من اهداف رؤيه 2030 سواء على مستوى جوده الحياه او حتى الاستمتاع وتلبيه شغف المواطن السعودي في كره القدم باذن الله. طيب اسالك بقى بجانب فني، بصفتك اعلامي كبير وناقد رياضي، تقدر تقول الظروف الفنيه للفريقين، الاهلي في استقرار، الزمالك عمل صفقات جديده، مدير فني برتغالي جديد، الاهلي كان في السعوديه من حوالي شهرين، عمل نتائج ايجابيه في كاس العالم للانديه، واخد على الاجواء في المملكه العربيه السعوديه، فكيف ترى حظوظ الفريقين من ناحيه فنيه داخل ارضيه الملعب؟ شوف اول شيء خلينا نتفق ان مباراه الديربي لا تخضع لمقاييس فنيه. ده اولا. يعني هذا الشيء المعتاد عليه في مباريات كثير من مباريات الديربي. نعم الان يمكن الرؤى الفنيه والتكتيك اختلف عن ما كان في السابق، لكن بشكل عام دائما مباريات الديربي بتعتمد على الامور النفسيه اكثر من الامور الفنيه في عمليه اعداد الفريق لهذه المباراه. لكن اليوم تتكلم على فريق مستقر
يمكن من سنوات. اليوم تتكلم على الاهلي صاحب شخصيه البطل، يعني مو الفريق السهل، حتى في اسوء ظروفه دائما ما بيقدم نتائج كبيره. شفنا الاهلي في كاس العالم للانديه، يمكن مر بفتره سلبيه قبل كاس العالم للانديه، لكن شفنا كيف ظهر بشكل جديد ومغاير وقدم مستويات جدا كبيره. اليوم تتكلم عن نادي الزمالك، ان كان في فتره غير جيده بالنسبه لنادي الزمالك، لكن اليوم جوميز يمكن احنا عشنا معاه فترات سابقه في المملكه العربيه السعوديه لما كان بيدرب نادي التعاون. مزبوط. ودرب النادي الاهلي السعودي. يمكن جوميز كان من اهم الاسباب الفنيه اللي ارتكز عليها نادي التعاون الان، اللي له سنين من بعد مغادره جوميز هو بيقدم اداء جدا كبير على المستوى الفني. يمكن هو كان اللبنه الاساسيه لهذا الفريق المتجدد، افكاره جدا رائعه. نعم قد تكون هناك بعض الافكار المعقده، لكن افكاره جدا رائعه. اليوم تتكلم على اضافات لنادي الزمالك، فالمباراه من الصعب انك تعطيها الوصف الفني الدقيق، او انك تتكلم على فريق حيكون له الحظ الاكبر في عمليه الانتصار. نعم قد تفرض شخصيه البطل الموجوده في النادي الاهلي اجواءها على المباراه اكيد، لكن انا اعتقد انه ايضا الزمالك ممكن يقدم مباراه تاريخيه يثبت من خلالها انه لا، الفريق ماشي في المسار الصحيح، سواء على مستوى التعاقدات او حتى على مستوى القياده الفنيه. وقد تكون هي نقطه انطلاقه جديده لنادي الزمالك لمنافسات الموسم الحالي على مستوى المنافسات المصريه او حتى بناء مواسم مستقبليه رائعه. فعلا هي الدوافع عند كل نادي ممكن تكون كبيره، كل نادي ليه حساباته وكل نادي ليه دوافعه. الاهلي عايز يكمل على الانجازات اللي اتحققت، الزمالك عايز يعمل انجاز يعمل دافع ليه عشان يقدر يستعيد مكانته، فاكيد الدوافع والحسابات دي بتبقى بتدي بقى يعني قيمه اكتر ان المباراه في ارضيه الملعب يطلق عليها بالفعل كلاسيكو كبير زي ما تلعب مباريات ريال وبرشلونه حتى في المملكه العربيه السعوديه. يا استاذ عاطف، عارف محمد، انا بالنسبه لي ما يهمني مين حينتصر، يعني يمكن المباراه لو كان هو يهمنا احنا مو اقول لك، لو البطل كان في مصر يمكن كنت حريص اني ممكن حسب الميول وين تروح ميول، او حكون حريص مع المجموعه اللي انا بتفرج معاها فين بتروح. انا يهمني بامانه اني انا المباراه تظهر باعلى 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 مستوى فني ممكن، صحيح، وباعلى جماليه ممكنه، عشان يعني الصوره تبقى حلوه من كل الجوانب. اول مباراه هي ممكن اول مباراه على مستوى بطوله كاس مصر انها تقام خارج مصر، لما تتكلم على بطوله رسميه انت ما تتكلم على مثلا ممكن السوبر كان موجود في مناسبات سابقه، ممكن الاهلي والزمالك تواجدوا على مستوى بطوله افريقيه، تكلم على نهائي كاس السوبر الافريقي لفترات سابقه، لكن ككاس مصر اول مره. يمكن من هذه من الاشياء الجميله اللي تشكر عليها هيئه الترفيه، انها جابت بطوله بهذه القيمه، فريقين بهذه القيمه انهم يكونوا موجودين عندنا في المملكه العربيه، وبطوله كمان تاريخها تخطى ال 100 سنه، يعني حتى شعار المباراه نفسها 100 سنه كوره، فاحنا بنتكلم عن ارث تاريخي كبير جدا في هذا اللقاء باذن الله. طيب هسأل حضرتك اتفضل. والشيء الجميل انه انا متوقع انه حتكون مباراه يمكن اكثر مباراه مشاهده في هذه الفتره، وليس على مستوى الوطن العربي، انا اعتقد انها حتتجاوز هذا الامر باذن الله. طيب سؤال اخير، هل عندك تفاصيل عن البرنامج ليوم المباراه؟ في حفل فني، في حضور شخصيات، ممكن يكون في تكريم على هذا اللقاء، في تفاصيل لها علاقه بالبرنامج الخاص بالمباراه، ولا كل الامور دي لسه فيها مفاجات يوم الجمعه؟ شوف محمد، الشيء الوحيد اللي انا متاكد منه انه مع هيئه الترفيه ومع المستشار تركي آل الشيخ لا يمكن تتوقع اي حاجه. دائما اطلق العنان لمخيلتك. باذن الله. انا متاكد انها حتكون في اشياء ومفاجات مو اي احد يقدر يستوعبها، لا. وبعدين الميزه انه ممكن في كل لحظه يتم تكوين مفاجاه، في كل لحظه. يعني اليوم لو كان عندك مجموعه من المفاجات، يمكن بكره او بعد ساعه حتلاقي لا، المفاجات مختلفه، حتلاقي في اضافات جميله في المباراه، لان الاخوان حريصين كل الحرص ان هذه المباراه تحديدا الاهلي والزمالك تظهر بشكل مختلف عن جميع المباريات التي سبقتها. باذن الله. الزميل الاعلامي والصديق العزيز الاستاذ عاطف الاحمدي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.